أنا أقدمت على خطبة فتاة هي على دين وخلق، ولكنها تكبرني بثمانية أعوام. ايه رفض والدي الموضوع بحجة أنها تكبرني بثمان سنين، بثمان أعوام يعني، وأنها ليست على قدر من الجمال. ما يعني ما حكم رفض والدي؟ هل جائز أن يرفضون؟ ووالدتي تستخير وتقول أنها يعني تصحى من النوم لأنها ليست مستريحة للاستخارة. أولا من ناحية الزواج زواجك بها جائز، لكن من ناحية البر بر والديك، بر والديك، لأن ستكون هناك مشاكل، أنت في سعادة والوالدان في حزن ونكد، ونحن في غنى عن هذا، وهما يطلبان شيئا ليس بالمحرم، يطلبان التكافؤ في السن، فليس عليهما. لكن من ناحية الزواج، الزواج جائز لا غضاضة فيه، والنبي عليه الصلاة والسلام تزوج خديجة تكبره، وكانت أيمن نسائه عليه وأفضل نسائه بالنسبة له عليه الصلاة والسلام من ناحية مؤازرته في الدعوة إلى الله. هذا أما عن الاستخارة، فالاستخارة لا تستلزم، الاستخارة هي دعاء، لا تستلزم رؤية منامية ولا نمت وشفت أو ما نمتش وشفتش، لا تستلزم ذلك، الاستخارة مجرد دعاء. تمام، فإن بررت الوالدين هو أفضل حتى لا تكثر عليك المشاكل، وإن لم تبر، وإن عفوا تزوجت الزواج حلال.